قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا أيضا حكم من أحكام الصيام، وهو ما يتعلق بالقبلة والمباشرة. معلوم أن من مفسدات الصيام ومن ممنوعاته الجماع، والمراد به الوطئ، فهذا ممنوع ومفسد للصيام للكفارة. أما مقدماته فإنها محل خلاف بين أهل العلم، ومن أظهر مقدماته ودواعيه القبلة والمباشرة. والمراد بالقبلة هنا طبعا هو قبلة الشهوة، يعني قبلة الزوجة. فأما قبلة الأولاد مثلا الصغار، أو قبلة القادم من سفر كما هي في عادات بعض البلدان والناس، فإن هذا لا شيء فيه، وليس هذا هو المقصود. المقصود بالقبلة هنا قبلة الزوجة، قبلة الزوج لزوجته، وقبلة الزوجة لزوجها، فهي قبلة الشهوة. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم. والحديث ورد على سؤال، سئلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ أو سئلت عن القبلة، ما حكم القبلة أيضا؟ سئلت عن حكم القبلة في عن حكم القبلة في للصائم. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكنها عقبت: وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. وكذلك إذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة للصائم، فقال: سل هذه، وكانت عنده زوجه أم سلمة رضي الله عنها، فسألها فقال: نعم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. لا شك أن طب الحديث كما تلاحظون صحيح، وهو في الصحيحين وغيرهما، والحديث دليل على جواز القبلة للصائم، لأنه كما قلنا هي وردت إجابة من سؤال سئلته عائشة رضي الله عنها: هل يقبل الرجل وهو صائم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكنها عقبت فقالت: ولكنه كان أملككم لإربه، ولكنه كان أملككم لإربه. فهم من هذا أن القبلة إذا كانت تؤدي إلى الوقوع في المحظور وهو الجماع، فإن هذا ممنوع ويحرم. لماذا؟ لأن للوسائل حكم الغايات. أما إذا كانت لا تثير منه شهوة أبدا، كما لو كان كبيرا في السن جدا، أو كان أيضا فاقد للشهوة، وقد يكون هذا الفاقد قد طرأ عليه، فإذا كان لا يتحرك منه شيء فإن هذا في حقه جائزة. بقي موضوع من كان عنده شهوة ولكنه يملك نفسه، يملك عنده شهوة ويملك نفسه، فقال الفقهاء إن هذا يكره في حقه، إنه يكره في حقه إذا كان يجد شهوة لكنه يملك نفسه، فهذا في حقه يكره. والكلام هذا طبعا في الرجل وفي المرأة، كلام هذا في الرجل وفي المرأة، الحكم فيهما واحد. والكلام هذا في حكم المقبل، لأن القبلة الحقيقة نوع من المباشرة، وسيأتي الكلام عن المباشرة.
ولهذا في قوله يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم هذا من عطف الخاص من عطف العام هذا الخاص. فالمباشرة أوسع، القبلة صورة من صور المباشرة، القبلة صورة من صور المباشرة، والمباشرة صورها كثيرة. فالمقصود أنه إذا كان شابا مثلا أو قوي الشهوة أو شديد التعلق بأهله بحيث لو أنه أن القبلة قد توقعه في المحرم ويغلب على الظن أو يكون قريبا من غلبة الظن أنه يقع في المحرم، فإن هذا في حقه حرام، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، وهذه الوسائل حكم الغايات. أما إذا كان لا يجد شهوة البتة كما قلنا، كما لو كان كبيرا في السن أو كان فاقد الشهوة، فإن هذا في حقه جائز. وإذا كان يجد شهوة لكنه يملك إربه ويملك نفسه، فقال الفقهاء إن هذا في حقه مكروه، وبعض العلماء يقول إنه ليس بمكروه، بعض العلماء يقول إنه ليس بمكروه. ولا شك أن الاحتياط للصيام وبخاصة أيضا فيما يتعلق بحرمة الشهر وحرمة الفرض، فإن هذه كل أمور يجب أن يراعيها المسلم، وأن يعظم الله عز وجل في حرماته ويعظم الله في شعائره. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن هذه من مظاهر التقوى ومن صور التقوى، والأصل في الصيام أنه شرع للتقوى. قالت ويباشر وهو صائم. المباشرة الأصل في المباشرة هي أن تمس البشرة البشرة، هذه المباشرة سميت مباشرة لأن البشرة تمس البشرة، والبشرة هي الجلد، البشرة هي الجلد. كما أن المباشرة تطلق أحيانا ويراد بها الوطء، تطلق ويراد بها الوطء، كقوله تعالى أيضا في أحكام الصيام فالآن باشروهن، يعني الإذن بالجماع، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالمراد بالمباشرة هنا الجماع، المراد بالمباشرة هنا الجماع. كما أن المس كذلك، المس يطلق على مس البشرة على البشرة كما أنه يطلق على الجماع، في قوله تعالى أو لامستم النساء في خلاف بين أهل العلم، هل المراد بها الجماع أو مراد به مجرد المس بحيث يكون ناقضا للوضوء، هل مجرد المس ينقض الوضوء أو المراد بمس الجماع، هذه في هذه الآية محل خلاف بين أهل العلم. لكن في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن المراد به الجماع، أو إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، المراد به الجماع. وإن كان العلماء ألحقوا به الخلوة الشرعية، الخلوة ألحقوها بأعطوها حكم الجماع من حيث أن المدخول بها المطلقة المدخول بها لها عدة. فقوله ويباشر، فقولها هنا ويباشر وهو صائم، المراد بالمباشرة ما دون الجماع، المراد بالمباشرة هنا يعني أن تمس البشرة البشرة من غير جماع، ويعبر عن كل ما يقترب منه الرجل من أهله من غير وطء، سواء كان مس أي جزء من بدنها بأي جزء من بدنه، هذا هو المباشرة، سواء كان باليد أو بأي جزء من أجزاء الجسم بين الجسمين، فإن هذا هو المراد المباشرة من غير وطء. فهذا أيضا أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ولكنها ذكرت علة وقالت ولكنه كان أملككم لإربه. ومعلوم أن قوله ولكنه كان أملككم لإربه هو من قول عائشة، من قول عائشة، لأنه كما قلنا لكم قبل قليل إن هذا الحديث روته بعد أن سئلت هي رضي الله عنها عن حكم القبلة للصائم، فقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر، قالت ولكنه كان أملككم لإربه. والمراد بالإربي هنا إما الشهوة وإما ذات الوطء، بمعنى أنه يملك نفسه بحيث لا يقع في المحذور ولا في المحظور، فكان يملك نفسه، وهو دل على كما قلنا قبل قليل أنه إذا كان يؤدي إلى الوقوع في المحرم يعني الممنوع، فإنه يكون
وسيلته يكون المنع أخذا من أن للوسائل حكم الغايات. قال واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان، يعني أنه كان يقبل وهو صائم في رمضان، بمعنى أنه في صوم الفرض، أنه حتى وإن كان في صوم الفرض مع أنه أشد من صوم النافلة، لكن قوله في رمضان دليل على أنه حتى في صوم الفرض كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. أيضا هذا حكم من أحكام الصيام، وهو فيما يتعلق بالحجامة. الحجامة معروفة، وهي أخذ شيء من الدم من الإنسان بقصد العلاج، وغالبا ما تكون من مؤخرة الرأس أو من أجزاء من الظهر، وقد تكون من الكتفين أو نحوهما أو في قاع الظهر أو نحو ذلك، على ما يراه بعض المعالجين أو على بعض أنواع الأدواء التي يرون أن الحجامة سبيل لشفائها. وقد جاء في الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكون الشفاء في ثلاث، ومنها أو شرطة في محجم، أو شرطة في محجم، كية من نار أو لعقة أو مذقة من عسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كي أو شرطة في محجم أو من محجم. وهي طبعا كما قلنا مص أو أخذ شيء من الدم يقصد به الاستشفاء ويقصد به العلاج، وكما قلنا يكون من الرأس وقد يكون من أجزاء من البدن. الحديث صحيحة في الحجامة فيما يتعلق بالمنع منها، أو في الذي فيه احتجم وهو صائم، وكذلك أيضا في الحديث الآتي أيضا أفطر الحاجم والمحجوم، وإن كان هذا هناك من صححه وهناك من ضعفه. وحديث آخر سيأتي معنا أيضا سيورد الشيخ ثلاثة حديث في الحجامة، منها حديث تدل على المنع وحديث تدل على الجواز. فقوله هنا واحتجم وصائم، وإن كان بعض العلماء أيضا حتى الزيادة واحتجم وصائم ينازع فيها في ثبوتها، وجمهور أهل العلم على المنع، على منع الحجامة للصائم، منع الحجامة للصائم. قالوا لأنه إما لأنه يضعفه، وقيل إن الحكمة تعبدية، وقيل إن الحكمة تعبدية، ويقولون الحكمة تعبدية حينما لا يعرف أو لا يدرك العالم أو المجتهد حكمة التشريع، فهي تعبدية يعني أننا نأخذها تعبدا لأنها وردت ثابتة ولم نعلم حكمتها، وإن كنا نقطع قطعا أن وراءها حكمة، نقطع أن وراءها حكمة، لأن الله عز وجل يقول ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالحكم سواء علمنا حكمته أو لم نعلم، ما دام أنه ثابت فنقطع أن من ورائه حكمة، وبعضها قد نعرفه ويطلعنا الله عليها ويعيننا على فهمها، وبعضها أيضا قد يصرح النص بحكمتها، وقد سواء كان نصا قرآنيا أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يرد حكما من غير أن تذكر حكمته، فقد يعرفها المجتهد فقد يدركها المجتهد وقد لا يدركها. فمن قال إن الحكمة من الحجامة تعبدية فإنه لا يقيس عليها غيرها كالفصد وأخذ الدم بغير طريق الحجامة، فإنه إذا قلنا الحكمة تعبدية فإنه لا يقاس عليها، بمعنى يجوز الفصد ويجوز. وإذا قلنا لا، إن لها حكمة ظاهرة لنا، وهو القول بأنه يضعف الصيام، بأنه يضعف الصيام، هذا على القول بالمنع. طبعا القائلون بالمنع يقولون الحجامة ممنوعة للصائم لأنها تضعفه، لأنها تضعفه. ومثله على قول بعض العلم الاستقاء، من استقاء يعني من طلب القيء فإنه يفطر،
وكذلك أيضا خروج المني إذا وسوف يأتي معنا إذا أمنى فإنه أيضا يضعف، فقالوا يلحق به كل ما كان مضعفا في حق الصائم، ومنه الفصد وهو جرح العرق ليخرج منه الدم، وكذلك أيضا الشرط سواء كان شرط عرق أو شرط بدني من أجل إخراج كمية من الدم، ويكون مثله كذلك أيضا أخذ الدم للتحليل إذا قلنا إن الحكمة معلومة في المنع من الحجامة، وإذا قلنا إن تعبده فإنه هذه لا تدخل فيها لأنها ليست حجامة. فقال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. فهذا يدل على أن الحجامة لا تؤثر في الصيام، لكن سيأتي معنا أحاديث تمنع من ذلك، لكن هذا الحديث صريح وهو صحيح أيضا في أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسوف يأتي معنا كما قلت حديث تمنع من ذلك، فإذا أردنا الجمع فقد يكون هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أيضا أن هناك من أيضا يضعف هذه اللفظة. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبكع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، قال فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا كما قلنا الحديث الذي يدل على منع الصائم من الحجامة، على منع الصائم من الحجامة، وهو حديث كما ذكر الشيخ رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان، وبعض أهل العلم يضعفه بحيث إنه لا يحتج به، ومن صححه الإمام أحمد، الإمام أحمد صححه وأخذ به، فمن صحح هذا الحديث فإنه يأخذ بالقول بأن الحجامة ممنوعة في حق الصائم، ممنوعة في حق الصائم، ومن يضعف هذا الحديث ولا يحتج به فإنه لا يرى أن الحجامة ممنوعة في حق الصائم. وهم الجمهور الحقيقة، جمهور العلماء هم اللي يقول إنه لا يفطر، أن الحجامة لا تؤدي إلى الفطر، لأنهم يضعفون هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بالبقيع، البقيع معروف، البقيع معروف ولا زال معروفا بهذا الاسم اليوم، وهو بقيع الغرقد الذي فيه المقبرة المعروفة، وهو يحتجم في رمضان. طبعا الاحتجام يكون من شخصين، حاجم ومحجوم، الحاجم هو الذي يمتص الدم، والمحجوم هو الذي يؤخذ منه الدم. فكانت طريقة الحجامة أنه تكون غالبا آنية ذات أنبوبة، وفيها نوع في مؤخرتها نوع من الضغط، بحيث إذا امتصها يكون فيها نوع من التفريغ لما بين الآلة وجلد الإنسان، وهذا التفريغ نتيجة المص يحدث انجذاب للدم الذي في الإنسان بعد أن يعمل تشريط ويعمل تجريح للجزء الذي يؤخذ منه الحجامة ويؤخذ منه الدم، فبعد تجريحه يوضع عليه هذه الآلة، ومع الامتصاص يكون تفريغ فيكون مص للدم، وأحيانا قد استعمل قطن أيضا كذلك في مؤخرة هذه الأنبوبة من أجل أن لا يتسرب الهواء المفرغ ونحو ذلك، لهم طرق على كل حال معروفة. فالحجامة لا تكون إلا من شخصين، حاجم ومحجوم، فالحاجم هو الذي يقوم بإخراج الدم، والمحجوم هو المأخوذ منه الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح لما مر على هذين الرجلين فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال العلماء إن الحاجم أفطر لأنه لا يخلو من أن قد يصل إلى جوفه شيء من الدم، والمحجوم طبعا بسبب خروج الدم، المحجوم بسبب خروج الدم، لكن الحديث كما قلنا ينازع في صحته كثير من أهل العلم،
وممن يشتد في تصحيحه الإمام ابن حزم، فإنه يقول أنه ثابت بلا ريب، ولهذا فإنه يأخذ به أيضا. وقلنا قبل قليل أن الحكمة من جعل الحجامة تؤدي الإفطار لأنها تؤدي إلى إضعاف الصائم. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. وهذا أيضا حديث آخر يدل على منع الصائم من الاحتجام وأنه لا يحتجم. في الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر ويكون على تقدير صحته، فإنه محمول على أنهما كان يغتابان، أنهما كان يغتابان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب. ولكن هذا طبعا بعيد، بل وتعين ضعيف، لأنه حتى لو كان مغتابين بالاتفاق أن الغيبة لا تفسد الصيام من حيث وجوب الإفطار أو من حيث القضاء، وهي كانت قد تفسده من حيث الثواب، لكن حتى الغيبة هو أن ممنوع وحرام، ومن لم يدع قول الزور والعمل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن لم يقل أحد بأنه يلزمه القضاء. فحتى لو قال أفطر الحاجم والمحجوب بأنه كان مغتابين، هذا تعليل واهن جدا. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان، طبعا يعني الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. إذن هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث الأول، وهو حديث ابن عباس، وهو يعارض حديث شداد بن أوس. وبعضهم قال إن هذا ناسخ له، إنه ناسخ له، ولهذا قال أول ما كره ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالترخيص دليل على أنه كان في الأول ممنوع ثم رخص به، وهذه قد تكون من الألفاظ التي تفيد النسخ كما يقول الأصوليون، هذه من الألفاظ التي تفيد نسخ الحكم السابق. أول ما كرهت الحجامة للصائم، بمعنى كرهت هنا بمعنى منعت، لأن لفظ المكروه عند السلف يراد بها التحريم، ولفظ مكروه تطلق ويراد به المحرم في اصطلاح المتأخرين، والمكروه أيضا الذي هو دون المحرم. من هنا قال الله عز وجل في كتابه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن مما سبق الشرك بالله، بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقم ليس لك به علم، ولا تمشي بالأرض مرحا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن فيها كما قلنا من كبائر الذنوب، من أكبرها هو الشرك بالله عز وجل. فأحيانا الكراهة في المصطلح يعبر ويراد خاصة عند السلف وعند المتقدمين، يراد بها ما كان محرما وما دونه من المكروهات التي لم تصل إلى درجة المباح. فقول أول ما كرهت كان بمعنى أول ما حرمت. وكذلك أيضا: الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره بمعنى حرم. أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. إذن هذا إن صح هذا الحديث فهو جلي جدا في بيان الحكم، وأنه كان في الأول محرما وممنوعا ثم جاء الترخيص. ولهذا قال بعدها: وكان أنس، قال الراوي: وكان أنس يحتجم وهو صائم. وهذا ينبه إلى ما أشرنا قبل قليل إلى أن الخلاف بين العلم كبير في قضية هل الصائم ممنوع من الحجامة أم لا. والحديث أيضا قال رواه الدارقطني وقواه، وأيضا رجاله ثقات، وقال: لا نعلم له علة. فتحصل لنا مما
سبق أن الأحاديث متعارضة الحقيقة في قضية الحجامة للصائم، والأولى أن الإنسان يجتنبها خروجا من الخلاف. والحديث عن الحجامة بخاصة، لكن هل يلحق بها غيرها من وسائل سحب الدم كما قلنا، كأن يأخذ عن طريق الحقنة طريق الوريد كما لو أخذ له دم مثلا، أخذ منه دم للتحليل، أو أخذ منه دم أيضا ليعطى مريضا آخر؟ فكما قلنا إذا قلنا بالتعليل وأن المقصد الإضعاف إضعافا لهذا، فإنه يلحق غير الحجامة بالحجامة. وإذا قلنا إن الحكمة من الحجامة تعبدية فإنه لا يلحق به. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.